فينا نحكي حقوق إنسان؟ الفترة الأخيرة عم نسمع كتير عن حقوق الإنسان. بعض الأشخاص بيعتبروا حقوق الإنسان هي فكرة غربية أو أداة غربية لاستغلال بعض الشعوب أو تمرير بعض المشاريع. أبداً مش مزبوط. سنة 48 وقت اللي اجتمعت هاللجنة بالجمعية العمومية لحقوق الإنسان اجتمع ناس من مختلف الثقافات الأديان والمناطق، وبالتالي ما فينا إلا ما نقول إنه الإعلان العالمي شمل أو عبر عن الفكر الإنساني العالمي. هل يا ترى حقوق الإنسان تتعارض مع الأديان؟ أبداً مش مزبوط. وإذا بدنا نرجع لهالصيغة اللي انحطت سنة 48 منشوف فيه آثار دينية من الأديان الإبراهيمية ومن غيرها كمان من ثقافات وأديان انحطت بهالصيغة. الفكر اليهودي الديني بيعتمد بشكل أساسي على قصة الخلق. من هو بطل هذه القصة؟ الإنسان. من هو محور حقوق الإنسان؟ الإنسان. وبالتالي ما في تناقض أبداً بين الفكرتين. الفكر المسيحي بيعتمد على قصة التجسد بشكل أساسي. ما هو التجسد؟ هو إنه الله بعد ما خلق الإنسان على صورته ومثاله بالعهد القديم هو ذاته إجا وتجسد بالإنسان، ومن خلال هذا الحدث المسيح يخاطب كل إنسان. القرآن مطعم بآيات تحكي عن المساواة في الخلق، العدل بين الناس، والنهي عن الظلم والمنكر والفحشاء. إذا عم نحكي عن الديانة الوزية كمان منلاقيها مطعمة بكتير من عناصر حقوق الإنسان، وأهمها قدسية الحياة، الوقوف ضد القتل وضد الإعدام. كمان منلاقي فكرة حماية البيئة وفكرة المساواة بين الرجل والمرأة أفكار أساسية بحقوق الإنسان. ما في أبداً تعارض بين قيمنا الدينية وبين حقوق الإنسان، لأن مثل ما الإنسان هو هدف هالديانات كلها، هو كمان هدف حقوق الإنسان. قيمنا الدينية كلها ترجمت بهالصيغة اللي انحطت بإعلان حقوق الإنسان. فينا نحكي حقوق إنسان وفينا نحكي دين.